انطلقت أعمال المؤتمر 27 لمجلس بطارقة الشرق الكاثوليك بعنوان الإعلام في خدمة الإنجيل، الذي يعقد بضيافة بطريركية الأقباط الكاثوليك في دار مار ستيفانوس بالمعادي القاهرة. شارك فيه أصحاب الغبطة بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك إبراهيم إسحاق سدراك، الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموالنة، بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار إغناطوس يوسف الثالث يونان، البطريرك يوسف العبسي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، إكريكور بيدروس العشرون كاثوليكوس كيليكيا للأرمن الكاثوليك، الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو بطريرك بابل على الكلدان الذي أناب عنه الأب بولس ساتي المدبر البطريركي للكلدان في مصر، المونسنيور يوحنا كلداني نائب المدبر الرسولي لبطريركية اللاتين في القدس، الأباء خليل علوان أمين عام مجلس بطارقة الشرق الكاثوليك، حبيب مراد القيم البطريركي العام وأمين سر البطريركية، نادر حداد ولفيف من السادة المطارنة. سبق افتتاح المؤتمر إقامة صلاة الغروب في كنيسة القديس لوان شفيع الإكليركية المعادي القاهرة. شارك فيها إلى جانب أصحاب الغبطة البطارقة المطارنة أعضاء مجلس المطارنة الكاثوليك في مصر وممثلون عن مختلف الكنائس في مصر ورهبان وراهبات. بعد الصلاة ألقى البطريرك إبراهيم إسحاق سدراك كلمة رحب فيها بالبطارقة، قال فيها: يوم أن اخترع الهاتف تليفون قبل قيل إن العالم أصبح قرية صغيرة، واليوم فإن تقنيات وسائل الاتصال الاجتماعي تقدمت بشكل مذهل، جعل الكون غرفة مستديرة لا يخفى فيها شيء على أحد، كله مكشوف. ومن ثم فإن هذا التقدم الرقمي أصبح واقعاً يفرض ذاته علينا وعلى العالم أجمع، وهو هبة للبشرية وبالتالي للكنيسة المكلفة بإعلان الخلاص للخليقة كلها متى كان استثماره محفزاً على التواصل البناء من أجل نشر حضارة المحبة والسلام وثقافة الاحترام المتبادل والتكامل بين الأشخاص والثقافات. بعد أخذ الصورة التذكارية بدأت أعمال المؤتمر بالجلسة الافتتاحية الأولى التي استهلت بالصلاة. ألقى خلالها القائم بأعمال السفارة البابوية في مصر المونسنيور جان توماس كلمة تطرق فيها إلى موضوع المؤتمر، أبرز ما جاء فيها: إن إيمانكم العميق يساعدنا في مسيرتنا نحو السماء، وأن هذا اللقاء الأخوي يغني روح المحبة والتعاون والتضامن، مؤكداً أهمية وسائل التواصل الحديثة في إعلان الإنجيل وخلق وسيلة للتلاقي والتواصل. بعد ذلك وجه الأباء رسالة إلى قداسة البابا فرانسيس أطلعوه فيها على موضوع المؤتمر والتمسوا بركته لأعمال مؤتمرهم ولكنائسهم، بالإضافة إلى عرض تقرير حول أعمال مجلس البطارقة والأساقفة الكاثوليك بمصر وعرض جدول أعمال المؤتمر. في حديث إعلامي رأى بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي مار إغناطوس يوسف الثالث يونان أن الإعلام هو مدماك أساس في نقل حقيقة الأشخاص الموجوعين والمتروكين، وهو الذي ينقل أيضا حقيقة الخلاص التي أتممها يسوع بموته وقيامته. اليوم الإعلام مهم كتير لنقل الحقيقة للناس اللي عندهم هموم كتيرة بحياتهم. ما ننسى أنه الإنجيل المقدس البشارة السارة كان الإعلام الحقيقي عم ينقل حقيقة الخلاص التي تممها يسوع بآلامه وموته وقيامته. اليوم مثل ما بتعرفي إعلام مهم كتير، وسائل التواصل الاجتماعي عم تتعقد وعم تتطور بقفزات مش بس بتطور عادي، لذلك لازم الكنيسة أيضا تكون على مستوى الزمن، تعرف علامات الزمن وتكتشف إنه ما بيكفي فقط
نحكي ونواظ بالكنائس لازم نعرف نوصل كلمة الله الخلاصية بهالوسائل. من ناحية تانية كمان لازم نتذكر انه للأسف وسائل الإعلام مش دائما تنقل الحقيقة مثل ما هي بالموضوعية المطلوب منها، لأنه في هونيك نوايا، في هونيك مصالح، في هونيك إمدادات مالية كثيرة عم تلعب بالحقائق، وندرس نقول يعني عم تخلي الناس و تفكيرهم يقع بعثرات كبيرة، لأنه إعلام بيأثر عليهم بشكل خاص على الشبيبة اليوم، لأنه الشبيبة قادرة أنه تتواصل بالسرعة، وهيك عم تختلق ما يسمى الفيك نيوز، ما يسمى المعلومات الخاطئة المشوهة، وتنقل بوسائل التواصل الاجتماعي. مع ذلك الكنيسة اللي هي أم معلمة بدها تعمل كل جهدها تعرف كيف توصل الحقيقة، حقيقة الإنجيل لعالمنا اليوم، و تعرف كمان تكون على مستوى الزمن. نتذكر قول يسوع انه اهل هالزمان اشطر من اهل الملكوت. ما لازم نحن نكتفي وبنقول انه اللي بده يتعرف على يسوع خلي يجي يتعرف، لا، لازم نكون مثل السراج الموضوع فوق منارة. ما لازم نخبي الحقيقة، حقيقة الخلاص اللي هي اللؤلؤة، نخبيها ونحرم الناس منها. طبعا هونيك تحديات كبيرة، لأنه الكنيسة كمؤسسة روحية مش دائما قادرة أنه تزاحم أو تنافس المؤسسات الإعلامية اللي نحن بنعرف كمان أوقات كتيرة عم تحرك منظمات كبيرة قوية بالمال وبالدعم المادي. لذلك لازم نكون على مستوى المسؤولية، ننقل الحقيقة بموضوعية كما هي. ما لازم نخاف من وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه تقدمت كتير، وهذا دليل على تقدم العقل البشري. وبنفس الوقت ما لازم نلجأ للمهاترات على وسائل التواصل الاجتماعي، لازم نكون رصينين ونعرف على أنه الكنيسة بالأخير لازم تكون الأم والمعلمة. هذا وتستمر أعمال المؤتمر حتى مساء يوم الجمعة 29 تشرين الثاني، ويصدر عنه بيانا ختاميا تنبثق عنه عدة توصيات تخدم الإعلام في عالم اليوم.